بأسا وتنكيلا أيها المحبون. إذا أهين الكريم إهانة الكريم في قلب الكريم، مصيبة الزهراء في قلب أمير المؤمنين، إهانتها إهانة أجابها من يعرف قدرها. لا ويل لك بل الويل لشانئك، رحم الله من بكى على الزهراء. لا ويل لك بل الويل لشانئك، نأنئي عن وجدك يا ابنة الصفوة، فوالله ما ونيت عن ديني وما أخطأت مقدوري، وإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون، وما أعد لك خير من مما زوي عنك. وفاطمة فاحتسب الله، فقالت حسبي الله وأمسكت. وهكذا بقيت بعد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله منهدة الروح باكية العين معصبة الراس، يغشى عليها تار وتفيق أخرى. يقول إمامنا الصادق عليه السلام: بقيت جدتي فاطمة 20 يوم تنام على جنب واحد، وصار في جسمها كأثر الدملج. أسألكم أليست في قوة الشباب؟ أليست في زهرة العمر؟ ويقول إمامنا الصادق عليه السلام: وكان سبب موت أمي فاطمة أن الرجل أمر عبده أن يضربها، فلكزها بنعل السيف، وكان ذلك سبب موتها، ولذا ماتت وهي غضباء عليه. أبا الحسن، أبا الحسن في يوم زفافها وليمة زواجها يقول لك: رسول الله يا علي اصعد على هضبة ونادي في الناس احضروا زفاف فاطمة، احضروا وليمة فاطمة. سمعتوا من العادة المعرس ينادي؟ لكن الزهرة إليها خصوصيتها. ذاك اليوم تنادي احضروا وليمة فاطمة، ويوم موتها ما تنادي المسلمين احضروا جنازة بنت نبيكم، لأنها ماتت غاضبة بأبيه وأمي. إجت الناس حضروا عند باب المنزل، سمعوا بالواعية أقبلوا. خرج إليهم أبو ذر رضوان الله عليه وعظم الله أجره، وقال لهم: إن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخر تجهيزها في هذه العشية. فتفرق الناس، قام أمير المؤمنين ليلا في تجهيزها، غسلها بنفسه. أبو حسين، انتم من عشتون يا اهل المرق شفتون رجال يغسل زوجته؟ ها شفتون رجال يغسل زوجته؟ المرأة تغسلها نسوان مثلها، لكن الزهرة في جسمها آيات لا يقرأها إلا علي بن أبي طالب. قام أمير المؤمنين في تجهيزها، غسلها، كفنها، حنطها بفاضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا بالإمام بنقل بعض المحبين واقف في ناحية يبكي، الدنيا ليل،
أسماء تسرج لأمير المؤمنين، وإذا تشوف الإمام واقف في ناحية يبكي، قالت لأبا الحسن أنت إمامنا الذي تعلمنا الصبر. قال أسماء لا تلوميني، إني لما أردت أن أغسلها رأيت متنها قد اسود من الضر، رأيت عندها ضلعا مكسور عليه. يخصك الله بكل علم دون الأصحاب، صوتك خصك الله بكل علم دون الأصحاب، صرت تعلم بالحضر عندك وغر نتعيد البيت. خصك الله بكل علم دون الأصحاب، صرت تعلم بالحضر عندك وغر، يصير ما تدريش جرب عتبة الباء. أخبرك محسن سقط بعتاب، وويلاه من ضرب الرجس ما ظل حال لها ولا ظل حيل، لما ماتت بعلتها وفاطمة وجدتها، ومن ضرب الرجس ما ظل حال لها ولا ظل حيل، لما ماتت بعلتها يا ويلي ولا يفيد الويل. غسلها علي بيديه وجهزها ودفنها بلي، وجزع ورجع بس يجذب الحسرات وهو يتحسر عليه. أذكر إليك مشهد، الله يرحمك يا شيخ حسن زين، الله يرحم موتانا وموتاكم والمؤمنين، بيتين يعني على الزهرة. يقول إجت الزهرة إلى أبوها، التقت بأبيها بعد الموت. ها هي فاطمة التقت بأبيها، وإذا لسان حال يخاطبها كيف حالك يا بنية. بيت الوداع، بيت الختام. وإذا الجواب بلسان الحال، أبا يا رسول الله يا أجر الرسالة، يا محمد ما تأدى. اتقن الصرخة والونة عدل ويا الجرة ويا الطريقة. أجر الرسالة يا محمد ما تأدى، عقبك ولا شفنا حشيمة حشيمة ولا مود. جانا الطاغي يتبع يتبع غيره بهد، برايا يتبع قودات حطوها على البق. أبا يا رسول الله وصيت فوق المنبر بالدرة المعصومة، وهجمت علينا بعدك هالعصبة المشوم، وريتك تشوف الغالية فوق الوجه بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. يا إلهي بالدموع الجارية على الزهراء احفظ شيعتها في كل بلد وفي هذا البلد، فرج عنا يا الله. ربي رد كل غريب وفك كل سجين، واكشف كربة كل مكروب، واعط كل سائل سؤله، شافي جميع المرضى، أسعدنا بالبتول الزهراء عليها السلام في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا سيدة النساء،
يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا عند الله. يا الله عجل لنا فرج إمامنا، تقبل أعمالنا وأعمال المؤسسين والباذلين والمحيين لأمر أهل البيت عليهم السلام في كل مكان، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح العلماء والشهداء السعداء وإلى أرواح خدامي أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومن لا يذكرهم ذاكر، وموتانا وموتاكم ووالدينا ووالديكم، وإلى موتى المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تشفعها الصلاة على محمد وآل محمد.